وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة على عدة قرارات، ومن أبرزها هذه القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر خدماته مع ضبط هذه المنظومة.